السلام عليكم، مرحبا بكم معنا. فيديو اليوم حول أول حالة لتوأم سيامي في المغرب. نبيل شاب مغربي من مدينة مشرح بالقصيري، وكأي رب أسرة ظل ينتظر 5 سنوات لإنجاب أطفال يملؤون بيته وحياته. شاءت الأقدار وأنعم الله عليه بتوأم ابتهال وابتهاج الملتصقتين من جانب غشاء القلب الوحيد والمتواجد في جسم ابتهال. الأب والأم يناشدون الأخصائيين وجميع الجهات المعنية بالأمر لتبني هذه الحالة والوقوف معهم وتوجيههم للطريق والخطوات اللازمة للقيام بها. ممكن تمنى من الله يعني المحسنين اللي كيعرف يعني كيعرف شي أطباء اختصاصيين أو اللي كيعرف شي حاجة يتواصل معنا ويساعدنا في هاد البنيتات هادو، راه حنا يعني واحلين معاهم ساكن. ممكن تمنى من الله يكون خير إن شاء الله، ممكن تمنى من الله يدخلوا معنا المحسنين قلوب الرحيم يا رب. وحدها عملية جراحية باهظة الثمن ستفصل التوأمين. حملت بهاد البنيات الحمد لله، ملي كانت عندهم شهرين عرفت باللي عندي بنيات ملاصقين، والحمد لله كملت الحملة ديالي مع الطبيب ديالي حتى ولدت، ودابا كنناشدو المحسنين باش يشوفوا من حال هاد البنيات هادو. هذا الملف الطبي لا يفارق الأب نبيل ذهابا وإيابا دون تعب إلى كل المرافق الطبية باختلاف عناوينها، ودون كلل يقدم جميع الطلبات ويدق جميع الأبواب. نستمع الآن لرأي أحد الأطباء المختصين. سيامي هو تشوه خلقي، والسبب ديالو عدم اكتمال انشطار البويضة في الرحم من الأسابيع الأولى ديال الحمل، الذي يؤدي إلى التصاق توأم بصفة نهائية. دونك عند الولادة يتطلب تدخل سريع الجراحي السريع، وكيدخل فيهم عدة تخصصات منهم جراحة القلب والشرايين، جراحة الأعصاب والدماغ، جراحة ديال الأطفال والجراحة العامة، هادو كلهم كيدخلوا فيها. اللي هو اللي عند ابتهال وابتهاج ما عندهش القلب غير شي عروقة، العروقة ديال القلب لاصقين فيها، أما القلب فين لاصق؟ لاصق في ابتهال. ابتهال دابا هي كتنفس مزيان كتسبيري مزيان، الاخرى مسكينه ضعيفه ما كتسبيريش مزيان، مع نفس السفل حتى في الرضاعه ما كترضعها ضعيفه، الاخرى كترضع مزيان شويه، لكن القلب واحد. هو التقرير واحد الكونترول اللي عطاو لي في الطبيب دار لي سكانير الراديولوج داك الشيء فيه قلب واحد، والقلب واحد وكاين غشاء، هذاك الغشاء اللي الغشاء هو مشترك بيناتهم، هما البنات عندهم قلب واحد اللي عندهم صافي. حتى مؤخرا عطا مؤخرا ديتو مع واحد الطبيبه في الرباط في اكدال، الطبيبه قالت لهم داك ايكوكارديوغرام واحد الراديو ديال التخطيط ديال القلب وداك الشيء، ودابا حاليا لقينا واحد الثقبه صغيره في القلب، عاوتاني عاد بانت جديده ثقبه صغيره في القلب ديالهم. الوزن ديالهم كان 5 كيلو وشي 250 غرام، متزادوا دابا حاليا يعني نقص منهم كيلو كيلو شي حاجه، نقص فيهم 4 كيلو نيشان دابا حاليا. لحد الساعة يعني حتى شي مسؤول يعني واخا يواسيك معنويا، واخا يقول لك شي كلمة زوينة، واخا يسول فيك، حاليا حتى شي مسؤول. وانا خوك يعني ساكن في واحد المدينة صغيرة اللي هي مدينة مشرح بالقصيري، مدينة صغيرة، مدينة فلاحية، ما عندناش شي إدارات هنا، ولا ما عندنا طبيب، ما عندنا حتى شي حاجة. يعني كنمشيو للرباط، ولا نمشيو لقنيطرة، ولا نمشيو للدار البيضاء، ويمكن واحد المسافة. واش إخوان عيطوا لي في المملكة العربية السعودية، يعني نبهوني قالوا سير دير طلب في السفارة السعودية وداك الشيء شنو كاين شنو، مشيت خوك طلعت درت طلب في السفارة السعودية، من طلعت طلب في السفارة السعودية، السفارة السعودية قالت لي يعني خت وزارة الصحة هي تدخل وتصيفط وزارة الخارجية، الخارجية تصيفط السفير المغربي اللي في السعودية عادي يقدروا يديروا الإجراءات. قالوا لي أنت بوحدك عاد درت الإجراءات كاملة، ما يمكنش يعني خص تكون الدولة معك. يعني لحد الساعة علاش خوك كتبش دير الطلبات؟ وانا اخوك على العمل ديالي كان عندي عمل موسمي، كنخدم من العام حتى العام، كنخدم 16 في حد الوزين حدانا هنا ديال القصب السكر، كسرعوا فيه السكر ديال القصب، وحبل حاليا اخوك حابس من الخدمه، كنجري بوحدي الحمد لله على كل حال. يعني 5 سنين و5 سنين وكنتسنى الله يرزقني بشي وليدات، رزقني الله بهاد الدريه هذه الحمد لله، ما كنتسنوا ما والو. انا كنت عارفهم، انا والوالده ديالهم كنت عارفهم، يعني ملي كانوا في كرشنبوم عرفناهم في هذه الحالة، كنا متبعين مع الدكتور سيدي قاسم، عرفناهم في هذه الحالة، قلنا الحمد لله على كل حال. حنا كنا كنتسنى وكنا كنطلبوا الله صباح وعشية، الله رزقنا بهذه الدرية، يعني ما نديروش شي حاجة اللي تحرم علينا مواطن بحالي أنا، ولا المواطن الفقير، ولا المواطن المسكين، مش مسموعاش هنا أخويا، ما كيعطيوكش وقت، ما كيعطيوكش أهمية، خصك واحد الوسيط، الحضارة خصك وسيط، أي حاجة خصك وسيط، فهمتي؟ وأنت جاز معاك، دابا تشوف،
زوم حكا تقام دور اخوك في الطلب هنا ناس بناتي بحكا بقى غادي كنقلب فين نديهم المشكل واحد الحقره واحد بناتي والله صراحه هاد بناتي راحه ولكن هاد الدوز معاه كاين حاله استثنائيه وحاله وحده في البلاد حاليا حاله وحده وهي خصنا نضامنوا حنا راه حاله انا راه مغربي واش مساكن ممكن يعسوش ها انت الحاله ديال مانش شوف ندير وحتى الفم ديالهم عندهم داك التشوق هذا الفم ديالهم كانوا مساكن يعني حاليا لا برلمان يسول ديال الجهه ديالنا ولا ديال المدينه ديالنا رئيس المجلس البلدي محل ما عرفنيش كاع وكيعرفني وصايق الاخبار وخبار ديالي يعني سقى المغرب كامل درت واحد الضجه فيسبوك يعني بانت في القناه الاولى القناه الثانيه القناه الرسميه ولكن هي مكلفه بزاف ولكن هي يعني في حيت الاخت مشات تسولت فرنسا داكشي قالوا لها مكلفه بزاف قالوا لها العمليه تقدر توصل حتى ل 400 300 ما عطيتكش اكزاكت بالضبط نيشان ولكن بحال المملكه السعوديه كديرها بالمجان كاين واحد المركز هو مركز سلمان للاغاثه يديروها بالمجان كيديروها فابور هذه مزيانه بادره طيبه مزيانه يديروك بالمجان يعني خصها تدخل الدوله هادشي فيه شويه ديال فهمتي فيه واحد التبادل سياسي شويه داكشي ما فهموش فيها ما عرفش انا ما قاريش بزاف باش نعرف هادشي بالضبط يعني خص وزاره الصحه تدخل في هاد العمليه في المغرب حطوا ريزاسيون باش كيعطيوها لوزاره الخارجيه وزاره الخارجيه باش كتصيفط للسفير المغربي باش كيديروا واحد الطلب للديوان الملكي ديال السعوديه كيتكلفوا لك الحاله وبالمجان وهي هي العمليه مكلفه بزاف غاليه بزاف 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 حتى الساعه باقي يعني حتى واحد ما وجهك حتى واحد ما قال لك حتى واحد ما سول فيك كتب الطلبات لجميع الجهات حتى الساعه يعني حتى واحد ما دلا فيا حتى واحد ما عقل عليا حسبنا الله ونعم الوكيل كما سمعنا على لسان الاب نبيل لابد من اجراء عمليه جراحيه خارج البلاد حاله التوام السيامي هي ليست الاولى في العالم فكما سنشاهد ونتابع في المثالين التاليين حالة توأم سيامي موريتاني وحالة توأم سيامي ليبي الذين تم فصلهم على يد أطباء ومتخصصين من المملكة السعودية ولكن لا بد من تدخل السلطات المحلية والقيام بجميع الخطوات اللازمة كما سيؤكد لنا الأب الموريتاني تقي ولد محمود رزق وزوجته بتوأم سيامي هو الأول المسجل في موريتانيا ومنذ ولادة التوأم بدأ الوالدان البحث عن وسيلة للعلاج ليلقيا استجابة سعودية استنادا على تجربتها الطويلة الناجحة عالميا في هذا المجال تم عمل فحوصات كلينيكية لهم وبعض الفحوصات المخبرية إن شاء الله الأيام القادمة يتم استكمال الفحوصات المخبرية والإشعاعية ليتم بعد ذلك اجتماع الفريق الطبي والجراحي وتحديد إمكانية الفصل حالة التوأم الآن بشكل عام مستقرة يتغذون تغذية طبيعية علاماتهم الحيوية ممتازة ووزنهم تقريبا مع بعض حوالي 6.5 كيلو. التوأم محمد وفضيل وصل للرياض برفقة والدهما لدراسة حالتهما بعد ميلادهم كانت مفاجأة لنا وللناس كاملة لأنها أول حالة سيامي في موريتانيا وتفاجأنا النهارات الأولين تفاجأنا كثيرا ولكن السلطات الصحية في موريتانيا تعتبر الوضعية أنها قابلة للعلاج في الخارج ولكن البحث الخارج منين أي دولة أي أخصائيين وأجبرنا بحثة أمهم في الإنترنت وأجبرنا أنه أكثر غير عمليات ناجحة في السعودية وكان الفريق السعودي المتخصص بفصل التوائم السيامية بقيادة دكتور عبد الله الربيعة أجرى 48 عملية من 22 دولة طوال سنوات آخرها عملية فصل التوأم الليبي أحمد ومحمد التي تكللت بالنجاح نكرمه في ملكنا Come here, come close to me.
السؤال الذي يطرح نفسه الآن، لماذا السلطات المحلية لا تتدخل وتقوم بجميع الخطوات اللازمة، علما بأن العملية بالمجان